ده كان لي صديق مقرب فهري، هو اللي عرفني على يه عين. ايوه يا مندور، ممكن تجيبي تحقيقات النيابه في قضيه مريم رياض؟ الموضوع معوش بالسهوله اللي انت متخيلها يا هلال، المساله ممكن تاخد وقت. مش مشكله، المهم انها تجيلي. يعني سعيد غنام اللي انت رمزت له بسين غين طلع موجود؟ وتوفيق زاهر اللي هو ته زين موجود برضه؟ موجود الله يرحمه. بس يحيى علام مطلعش هو ايه عين. بالظبط. مشكلة يا هلال ان انت ما استفدتش اي حاجة من توفيق زاهر ده غير كلمة وزارة الصحة. طب بعقلك كده هتدور على مين ولا مين جوه الوزارة؟ لا انا حاسس ان الموضوع بقى في حاجة نحس. انا مش عارف مقفلة كده ليه. عملت ايه يا نهى؟ كلمت صاحبتي اللي ماسكه اعداد البرامج الفنيه وسالتها عن فهره صديق مريم، وعرفت منها ان كان فعلا في واحد اسمه فاروق راغب، ده كان مهندس ديكور ومن اقرب الناس لمريم. ابسط يا عم، اهو النحس اتفك اهو. بس لما سالتها على رقمه قالت لي ده مات من سنتين. استاذ دراز، استاذ دراز، دي الصور اللي انا صورتها وطبعتها لوزير الصحه الجديد في افتتاح المجمع الطبي. وريني. وزير الصحه وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. بس ده ملوش دعوه بعمولتي. هو انت بترحم؟ وبعدين انا وانت ايه؟ مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو؟ يوووو، خليه يدخل. ايه؟ في حاجة؟ بيقول لي حماية بره. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عمي؟ أؤمرني. أؤمرني. أنا عايز أقابل وزير الصحة. وزير الصحة بقى فاضي يقابل أي حد كده؟ وأنت كنت عايز تقابله إيه أصلا؟ عايز أعمل تحقيق صحفي معاه. طيب، هشوف الموضوع ده وأبقى أرد عليك يا عم. أنت عارف إن أنا بشتغل في جريدة معارضة. يعني سهل جدا أتكلم عن تكميم الأفواه واضطهاد الصحفيين المعارضين. والمرة اطلع على نقابة الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخلة كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا لقوا مصيبة ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحة امتى؟ الف مبروك يا صفوت بيه، الف مبروك البراء يا ميار. ثانك يو بجد، اونستلي انا ما كنتش متخيل اني هطلع وراءه. ايه الكلام ده بقى؟ انت ما كنتيش واثقة فيا ولا ايه؟ لا طبعا، احنا كلنا واثقين فيكي، احنا عارفين بنتعامل مع مين، بس القضية كانت كبيرة. بس برضو اللي عملته ميار ده ما كانش ينفع خالص. It's his fault، هو السبب. ما انا بعد ما خبطت له عربيته قلت له هصلحها له، هو اللي قليل ادبه وطول لسانه عليا. وهو عشان طول لسانه عليكي تقومي راكبه العربيه وخبطاه وموتاه؟ ما ينفعش كده، لازم نهدى شويه. طب خلاص، مش عايزين نفتكر الكلام ده عشان ميار اعصابها بتتعب. خلينا نغير الموضوع. نغير الموضوع؟ بس الحقيقه انا ما جاتليش اي رساله على الموبايل تقولي ان في فلوس دخلت في حسابي. لا، في أقل من خمس دقايق الفلوس هتبقى في حسابك. ده واضح إن الفلوس وصلت بالفعل. سريع قوي حضرتك يا صفوت بيه. اتفضل يا أستاذ هلال. في الحقيقة أنا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، أنا جاي لسيادتك عشان حق. حق يهمك ويهم البلد دي كلها. وأنا سامع حضرتك، اتفضل. أنا جاي لسيادتك بخصوص قضية فساد. قضية فساد من أكبر القضايا اللي حصرت في وزارة الصحة. أيوه يا أستاذ هلال، بس أنا بقالي أسبوع بس ماسك الوزارة. ما أنا عارف، بس ده برضه ما يمنعش إن اللي أخطأ حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت مالهاش ذنب. مفيش أي حد فوق القانون. هي إيه القضية؟ قضية المستلزمات الطبية الملوثة اللي حصل سنة 96. في واحد بريء شال القضية دي واترمى في السجن،
خد مؤبد. الحقيقة أنا مش فاكر الموضوع ده. بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96. أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلا ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم مفهوم يا أستاذ هلال. عموما الملف ده سيادتك فيه كل الأسئلة اللي ممكن تسألها، هتلاقي إجاباتها موجودة، وتليفوني موجود، لو في سؤال ما لقيتلوش إجابة سيادتك تتصل بيا في أي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ أنا ما قدرتش أوصل غير لحرفين من اسمه. يا عين، وأنا واثق إن حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقة دي منين؟ ما أنا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظة واحدة من غير ما أرمي الناس دول كلهم في السجن. إن شاء الله يا أستاذ هلال أكون عند حسن ظن حضرتك، وتأكد تماما أنا لا يمكن أبدا أقبل بأي نوع من أنواع الفساد في الوزارة دي طول ما أنا موجود على الكرسي ده. كما حضورياً بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري السجن المؤمن لما نسب إليه من تهمة. حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة يا دكتور يسري عبد المنعم دكروري. يا عين مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه؟ دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي اسمه تيه زين توفيق زاهر. يه عين وتيه زين، أنا مش فاهم أنت عايز إيه بالظبط؟ ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها من غير ما يعرف. مريم خلفت؟ ايه اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع، بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا صدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعال لي دلوقتي حالا اتحرك. انا بس خايفه غير هيخلص شاور ويطلع من ايش الموبايل. تنجزي بس. خلاص عملت قلاوة اهو. طيب هيظهر لك رقم دلوقتي، قوله لي. 4 8 5 7 5 5 3 6 6 8. هيجي لك مسج دلوقتي، دوسي قلاوة. بيتحرك عندك كده؟ ايوه تمام. خلاص خدي الموبايل ورجعيه زي ما كان بالظبط. طيب ماشي، اوكي، باي باي باي. بس انت واثق ان يسر الدكروري هو ايه عين؟ وقع بلسانه قدامي لما قلت له مريم خلفت، وشه جاب الوان وبقى عامل زي ما اكون عامل عامله. مش بعيد يسلط حد يخلص عليا. استاذ هلال، وحضرتك ازاي مش قلقان؟ ده الموضوع مش سهل. انا من رايي انك تبلغ الشرطه وهما يتصرفوا. وايه الدليل على صحه كلامه؟
قانون المذكرات ملهاش اي قيمه، لازم يبقى في دليل ادانه. صح، الدليل هو اللي هيقوي موقفي. انا دلوقتي عامل زي الصوت في الزحمه محدش بيحس بيه. المشكله ازاي اوصل للدليل اللي سايباه مريم وسايباه فين؟ هو ده بالظبط اللي انت لازم تعمله اليومين دول يا هلال. المشكله اننا مش عارفين احنا رايحين على فين، ويسر دكروري مؤكد مش لوحده، وبعد اللي انت عرفته عنه يا هلال اكيد مش هيسكت.